سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني، فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تأتينه يا خيرة النسوان. تعرف ايش راح اقرأ لك؟ تقل لأبويا والله عظيمة عظيمة، والله أبويا والله عظيمة عظيمة، أنا صير من صغري يتيمة، أثار الأبو يا ناس اي والله خيمة خيمة يفي على أولاد وحريمة. ودعها الحسين وخرج من الخيمة، وجاء الآن وداع زينب يا مؤمنين. دخل الحسين الخيمة على زينب وإذا هي ترتعش مثل السعف في مهب الريم. نظر إليها الحسين قال أخي زينب تعزي بعزاء الله واعلمي أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون. أخي زينب أبي خير مني جدي خير مني وقد فارقوا الحياة، وإذا زينب ترتعش مثل السعفة في مهب الريح تقل أنا خايفة ولا تقول مدري. يا أنا خايفة ولا تقول مدري، أنا خايفة ينهتك صدري. بعد عدنا واحدة ما نستطيع نتجاوزها هذه الليلة. دخل الحسين الخيمة على الرباب قالت يا أبا عبد الله زينب إذا سألوها أنت من؟ تقول أنا زينب ابنة أمير المؤمنين. سكينة إذا سألوها من أنت؟ تقول أنا ابنة الحسين. وأنا ماذا أقول يا أبا عبد الله؟ قال الحسين قولي لهم أنا عزيزة الحسين. أجركم الله أهل العزاء. ثم جاءت بذلك الرضيع وقد دلع لسانه من العطش. مولانا ثلاثة أيام ما شارب الماء وقد غارت عيناه في أم راسه. جاء به الحسين نحو الأعداء مناديا يا قوم إذا كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار. رفع الحسين ذلك الطفل وكان مقمط، فلما رآه الأعداء بكوا فيما بينهم وفرقة ساكتة، فطر قلوبهم الحسين بهذا المشهد. وأما مجموعة أخرى تقول لا تدعوا لهذا البيت لا صغيرا ولا كبيرا. مولانا افترق القوم ثلاث فرق، فنادى عمر بن سعد أينك يا حرملة؟ قال لبيك يا أمير. قال ويحك اقطع نزاع القوم. قال بماذا؟ هل أسقي الطفل ماء؟ قال ويحك صوب سهما في كبد قوسك واذبح هذا الرضيع على كتف والده. يقول حرملة وضعت سهما في كبد قوسي. يا الله
إجازة من لك يا صاحب الزمان، وأنا متحير أين أصوب ذلك الرضيع، فبينما أنا كذلك إذ هبت ريح عاصف كشفت لي عن نحره، وإذا هو يلوح كإبريق في الظاء. يا مؤمنين يا عشاق الحسين، فربيته بذلك السام، فذبحته من الوريد إلى الوريد. لما بصر به المختار ابن أبي عبيدة الثقفي قال له: ويحك يا حرملة، ما أقسى قلبك أو رق قلبك لهذا الرضيع؟ قال: نعم. قال: في أي مشهد؟ قال: أعلم أنه كان مقمط، فلما حس بحرارة السام قطع الخماط واعتنق رقبة الحسين. يرفرف كالطير المذبوح، تلقى حسين دم الطفل بيده. تلقى حسين دم الطفل بيده، اش حال اللي يجتلي بحضنه ولاده، سالوا ترس جفه من وريده، وذبوا للسما وللقاع ماخر، فرفرت روحه وفك بوجه ابوه عوينته. وياك ذاب قلب حسين من شافه يلول حرقبت، وانحنى فوقه يشمه وغسل دمه بدمعت، رجع ودموعه يهلها وجت سكنت ناش، صيح بو يسقيت خيي وجيتني بفاضل الماء. ويا شباب بالعجل برد غليل من الظما ذايب، خان بيده ريش بيده على الذي روي ظما، جذب حسره وحط اخوها بين يديها ومدد، صاحت الصاير بخي تمدد فوق الثرى، قال: انا لا ترشديني وعاين بحال اشجر، صرخته نادت: يا خويا اشهد ذنب من لك ست، صغيرون حلت جسمي ولتك والقلب ذاب، واسفى يا مدلل يظل معفور خدك بالترى، للرضيع بعجل قومي وافرش له يا رب، ذايب من الشمس خده وساد جيب وس، طلعت أم من المصيبة تصرخ بحال فظيع، طفل ومخضب بدمك آية عبد الله الرب، إبوي ردتك التالي زماني لا أظل حرمة وضيع، جال لي تصير سلواري تروحي لك فده. أنا مجلس اكتفى بس هالبيتين. الله يرحم الأستاذ الزاكي، وضعت ولدها الرضيع على التراب بل في حجرها، والسهم نابت في نحره، حركته قليلا تقل لي: يا عبد الله الرضيع صار من لك مين
الأفعال. وياها وياها يا عبد الله الرضيع الصار منك من جرم وافعال لا بيدك علم شايل ولا منهم ذبحت رجال ولا في جملة أعمامك دخلت المعركة خيال. إش جرمك يا جنيني بدم وداجك حنلو.